مرحبا بكم مجددا في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري في يوم العزة والكرامة، يوم خاص السادس من أكتوبر من عام 1973. هذه التجربة الفريدة التي التف فيها الشعب المصري خلف قيادته وقواته المسلحة ليسطر النصر الذي ما زلنا نعيش أصداءه حتى الآن، ويتحول من الحرب إلى السلام إلى عمليات التنمية والبناء والتعمير. سيناء ملحمة البطولة والفداء على مر العصور، هي قلب مصر النابض ومقبرة الغزاة، الأرض المقدسة التي بوركت بكليم الله موسى عليه السلام ورحلة العائلة المقدسة، بوابة مصر الشرقية ودرة التاج التي أقسم أبناء هذا الوطن بعزيمة لا تلين وإصرار على عدم التفريط في شبر واحد من أرضها. إنها العقيدة الوطنية المصرية لتمتد يد التنمية والتعمير وتتمثل في مشروعات عدة تجسدت في إطلاق القيادة السياسية للمشروع القومي لتنمية سيناء. مرحبا بكم مجددا، وأرحب بضيفي الكريم في هذه التغطية الخاصة الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. مرحب بحضرتك، وكل سنة وكلنا طيبين. أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك ومصرنا منصورة دائما، وكل عام وراية الوطن خفاقة وهامة الوطن أيضا عالية في السماء. هذا النصر العظيم في الحقيقة في هذا التوقيت ونحن نستحضر يعني معانيه وقيمه أمر مهم للغاية. فكما حضرتك تفضلت وذكرت في هذه المقدمة، بالفعل هذا هو النصر الأعظم، وهذا هو اليوم المشهود في تاريخ هذا الوطن، وما يحدث اليوم هو امتداد لهذا النصر، حفاظا على هذا النصر وحفاظا على مكتسبات هذا النصر. رحلة طويلة من الحرب، التحرير، العمليات التي سبقت حرب عام 73، السلام بعد القوة بالطبع، والآن نحن نبني وننمي في سيناء. كيف مرت هذه الأيام؟ 51 عاما مرت على نصر أكتوبر، ولم يتوقف الشعب المصري عن البناء، ولن يتوقف عن البناء، وهذه عظمة الشعب المصري. نحن نتحدث عن ملحمة وطنية ممتدة منذ هذا العبور وما قبله، يعني منذ اليوم الأول لحرب الاستنزاف وحتى الآن. إذا كان الجيل السابق من الأباء والأجداد قد عبر إلى سيناء، فهذا الجيل يعبر بسيناء إلى الجمهورية الجديدة، وهذا يؤكد أن الملحمة الوطنية مكتملة ومستمرة. يعني ما حققه الأباء والأجداد فيما يتعلق بتحرير الأرض والعبور إلى هذه الأرض وتحريرها من العدو، الآن أيضا هناك عبور بقى بهذه النقطة الغالية من أرض الوطن لتلحق بركب الجمهورية الجديدة لهذا الوطن. وبالتالي كان التحرير الثاني أو العبور الثاني المتعلق بالتعمير أيضا امتداد لهذا الأمر وحفاظا على مكتسبات هذا الأمر، وبذل من أجله أيضا تضحيات، وبذل من أجله أيضا شهداء، والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية أيضا خاضوا معركة قوية وصعبة للغاية ضد عدو مختلف ربما في الشكل، ولكن في النهاية هو عدو حاول أن ينال من هذه الأرض، وبالتالي هي معركة مستمرة. في الحقيقة أن هذه الملحمة بدأت في اليوم الثاني بعد النكسة، حينما قرر الشعب المصري ألا يستسلم لهذا الأمر، ألا يخضع لهذا الواقع الجديد، بل قرر أن يغير هذا الواقع. يمكن هذا المصطلح كان حاضرا في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل المتعلق بتخريج الطلاب من الأكاديمية العسكرية، تحدث عن تغيير الواقع، وأن الشعب المصري لا يقبل دائما بأن يستسلم للواقع. طبعا الواقع هنا تحدث عن الواقع المضر أو الواقع السلبي. وبالتالي كانت اللحظة الأولى لإعلان النصر حينما استيقظ الشعب على إرادة حقيقية أنه سوف يبدأ في حرب استنزاف حقيقية. هذه كانت أولى خطوات، ودي كانت بداية الإرادة القوية بالتأكيد، أولى خطوات تحقيق النصر، أنك لا تقبل بالهزيمة، لا تقبل بالانتكاسة، لا تقبل بالخضوع لإرادة الآخر. وبالتالي كانت الإرادة هنا حاضرة بعد اليوم الثاني من النكسة، وذهب الشعب المصري إلى حرب استنزاف قوية، بطولات على مستوى القوات المسلحة المصرية وأيضا حتى على المستوى الشعبي. يعني لا يمكن أن ننسى أن مدن القناة قد خاضت معارك بجانب قواتنا المسلحة المصرية، وطبعا أهالينا في سيناء من يعني البدو ومن ساكني سيناء أيضا كانوا في ظهر قواتنا المسلحة. إذن ملحمة وطنية منذ اليوم الأول من حرب الاستنزاف. ثم ذهبنا إلى مرحلة خداع استراتيجي كانت جزء لا يتجزأ من العبقرية المصرية، إنك تضع العدو في حالة إيهام، في حالة غوص في الأحلام العميقة إن هذا الوطن قد استسلم للحرب، في حين إن هذا الوطن
يعني يعد العدة بكل ما أوتي من قوة للذهاب وتحقيق النصر. معركة من الخداع الاستراتيجي بعبقرية الرئيس الراحل أنور السادات استطاعت بالفعل أن تخدع العدو، بل تخدع العالم أجمع، إن هذا الوطن ربما سوف يخوض هذه المعركة. وما زالت تدرس هذه الخدع التي استخدمت في حرب أكتوبر عام 73 في العلوم العسكرية حول العالم. بتأكيد. لكن دعني أتحدث عن كيف تحول الشعب المصري رغم كل هذه التحديات وكل هذه الصعوبات والتي تفرض بشكل أو بآخر في هذا العصر بحروب مختلفة في عن الشكل التقليدي الذي تم اعتياده، لكن أصبحت هناك الحروب الإلكترونية، حروب الجيل الرابع، التحديات الاقتصادية المختلفة، كلها ضغوط بتقع على عاتق الدول العربية والشرق الأوسط بشكل عام. ما هو العبور الآن؟ ما هو المطلوب؟ يمكن بالفعل أتفق تماما، المعركة اختلفت أو شكل المعركة اختلف، ولكن طبيعة الحرب ممتدة. فكرة الحفاظ على هذا الوطن، الحفاظ على أركان هذا الوطن، الحفاظ على استقرار هذا الوطن، هي حرب مطولة الجميع وجميع الأجيال تخوض فيها معارك مختلفة الأشكال. يعني كما كنا نتحدث، الأباء والأجداد خاضوا حربا مباشرة بشكلها التقليدي لمواجهة العدو وتحرير الأرض، ثم جاءت معارك أخرى لمجابهة الفكر المتطرف والإرهاب، لتحرير أيضا الوطن من الإرهاب والفكر المتطرف. وثورة 30 يونيو استعمار العقول بالضبط، وثورة 30 يونيو كانت نقطة اشتعال هذه المعركة الفكرية المهمة لتحرير الوطن من هذا الفكر المتطرف. ثم ذهب الجيش العظيم والشرطة المصرية الباسرة لي أيضا مواجهة فلول الإرهاب في سيناء، ومن ثم هذه أيضا كانت معركة مختلفة. ثم نذهب الآن لمعركة من نوع آخر، وده في الحقيقة اللي كان حاضر في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية، حينما ربط الماضي بالواقع وطبيعة ما حدث في الماضي بطبيعة الواقع الآن، وتحدث عن المتغيرات الإقليمية وطبيعة هذه المتغيرات وتأثيرها على الداخل المصري. ما يحدث في الإقليم لسنا ببعيدين عنه، يعني الدولة المصرية قدرها إنها صاحبة موقع جيوسياسي، بالعكس صحيح، في القلب من كل هذه المشكلات التي تحاط بنا، يعني الحدود الغربية والشرقية والجنوبية كلها أزمات، يعني الدول شقيقة ونتمنى لها السلامة، ولكنها في الآخر لديها أزمات لها تداعيات سلبية على الداخل المصري. وبالتالي هنا اليقظة، هنا أن تدرك إن المعركة لم تنتهي، وإن كانت الحرب بشكلها الفكري قد تغيرت، لأن الآن الحرب تعتمد على فكرة إفشال الدول من الداخل، إحداث نوع من أنواع التشكيك والشائعات. عشان كده هسترجع آخر حديث آخر للسيد الرئيس، حينما تحدث منذ أيام قليلة أيضا عن فكرة الشائعات والتشكيك وخطورة هذا الأمر، وتحدث عن دور حتى الإعلام والمثقفين والكتاب في هذا الأمر، في زيادة الوعي، لأنها معركة وعي في نهاية المطاف. إذن المعركة الآن هي معركة وعي يخوضها الشعب المصري في الحقيقة ببسالة، وأنا أعتقد أن التجارب السابقة خلال العشر سنوات الماضية بتؤكد أن الشعب المصري تكون لديه وعي حقيقي وحائط صد فكري حقيقي أمام هذه المخاطر. والدليل على كده أن الفكر المتطرف لم يستطيع أن ينال من هذا الوعي، هذه نقطة. حينما أحدثت مصر الإصلاح الاقتصادي، أيضا وعي المواطن المصري جعله يتحمل هذا الإصلاح الاقتصادي ويؤازر الدولة المصرية ويقف بجانب قيادته السياسية. حينما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية على العالم كله وعلى مصر في الأمن الغذائي، رأينا الشعب المصري متفهم لهذا الأمر. نعم نتأثر، وكل شعوب الدول العالم تتأثر، والشعب المصري يتحدث والجميع يتحدث، ولكن في نهاية المطاف هناك وعي يجعل هذا المواطن متزن في تحركاته، مؤادرا لدولته، متمسكا باستقرار الدولة. حينما رأينا الأوضاع تشتعل في قطاع غزة، ربما البعض كان يظن أن المواطن ليس لديه الوعي بطبيعة المعركة، نعم، والسماح بتصفية القضية الفلسطينية. الحديث سيطول والرحلة أيضا تطول في بناء الجمهورية الجديدة بوعي الشعب المصري، لكن أيضا شهدت أرض الفيروز ومدن القناة خلال العقد الماضي تنمية واسعة طالت جميع المجالات، انعكس ذلك في إرادة قوية وإيرادات من قناة السويس، فضلا عن زيادة الأراضي المستصلحة وإنشاء المناطق اللوجستية المختلفة. تحيا مصر دائما وأبدا بإرادة شعبها وخلف قيادتها لبناء كل ما هو جديد يخص تنمية في جمهورية جديدة. مرة أخرى أرحب في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري بالأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ جمال، ودعنا نتحدث عن سيناء التي كانت
شاهدة على تضحيات الشعب المصري، حررت من كل الغزاة وكل من حاول أن يدخل إلى مصر من هذه البوابة الشرقية وهذا الموقع الاستراتيجي. الأولوية كانت في ربط سيناء بالوادي والدلتا، وأنشئت الطرق وأنشئت الأنفاق أو حفرت الأنفاق أسفل قناة السويس، وبدأ التعمير وبدأ البناء واستصلاح الأراضي الزراعية المختلفة. كيف ترى هذه السلسلة من إطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء؟ بداية العائد من تنمية سيناء هو الأمن القومي المصري، هذا يجب أن نتفق عليه جميعا، أن نعم هناك عوائد اقتصادية مهمة للغاية، هناك عوائد تنموية في غاية الأهمية، هناك عوائد استثمارية زراعية صناعية، ولكن يظل العائد الأهم والأشمل هو العائد الخاص بالأمن القومي، الحفاظ على هذه البقعة الغالية على أرض الوطن من خلال التنمية والبناء والتعمير. وبالتالي وضعت خطة متكاملة الأركان. طبعا هنا قبل أن نتحدث عن التعمير والبناء يجب أن نتذكر أن أيضا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بل تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية البواسل في مواجهة الإرهاب مهدت الطريق لإحداث هذه التنمية، وبالتالي تحية لأرواح شهداء مصر أيضا الأبرار الذين مهدوا طريق لتعمير سيناء. هذه نقطة. ثم لم يتوقف جيش مصر العظيم عند فقط بذل تضحيات على مستوى الدماء في سيناء لتطهيرها طبعا من الإرهاب، ولكن ذهب أيضا للمساندة في فكرة الإعمار والتنمية، وبالتالي أيضا القوات المسلحة المصرية كانت شريك مع الدولة بكافة مؤسساتها وكافة يعني أذرع التنمية المصرية لإحداث التنمية الشاملة في سيناء. وضعت خطة أنا أعتقد أن هي خطة تدريجية مهمة للغاية، ويعني كانت أيضا فكرة التدرج فيها يمشي بنطاق أو بوتيرة سريعة، يعني بداية إيصال أو إحداث شرايين اتصال ما بين الوادي وما بين سيناء، مجموعة كبيرة من الأنفاق، عدد من الكباري العائمة، شق عدد كبير من الكيلومترات داخل أراضي سيناء، تمهيد الطرق وغيرها من شرايين تنمية، توصيل مياه النيل، عبر طبعا صحراء سربيون، طبعا إنشاء واحدة من أكبر محطات الصرف في بحر البقر. إذن إحداث سرعة السلام، يعني السلام الكثير والكثير بالزبط من المشروعات الحقيقة، يعني تأهيل في البداية المناخ المؤهل للاستثمار وللتنمية، لأن أيضا هذا الاستثمار وهذا التنمية يحتاج إلى الطرق، النقل، البنية التحتية، ثم الذهاب إلى البنية التنموية، الكهرباء، الصرف، المياه، المشروعات التنموية، تقديم الخدمات التعليمية الصحية، ثم الذهاب بقى للاستثمار في مجالات الزراعة الصناعة. وهنا يجب أن نتحدث عن نقطة، يعني دائما في العقود الماضية كنا نتحدث عن سيناء سياحة فقط، يعني حينما كنا نتحدث عن الاستثمار والتنمية في سيناء كنا نتحدث عن الشق السياحي، ولكن الآن أصبح هناك بنية لوجستية كبيرة جدا، يعني حينما نتحدث تحمل كل المقومات بالضبط، يعني الثروات الطبيعية مكتملة فيها بالضبط. وحينما الآن نتحدث كمان عن ميناء العريش مثلا وتطويره وميناء وتحديث أيضا 7 موانئ أخرى وحتى الموانئ البرية وعدد من المشروعات الخاصة بالنقل سواء على صعيد الربط السككي أو حتى مشروع القطار الكهربائي الذي يربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، هذا قناة سويس جديدة إذا جاز التعبير. إذن كل هذه المشروعات أيضا اللوجستية لم تجعلنا الآن نتحدث أن سيناء لديها مقومات سياحية فقط، ولكن الآن نتحدث أن سيناء لديها مقومات لوجستية، ولديها مقومات على صعيد الثروة الطبيعية، لديها مقاومات على صعيد أيضا تعظيم بناء الإنسان داخل سيناء. يعني ما يحدث الآن يجعل أيضا المواطن في سيناء الآن لديه قدرة على تعظيم قدراته في العمل وفي تنمية الاقتصاد وفي تنمية سيناء أكثر من ما سبق. وبالتالي وله كل التحية والتقدير على مر العصور فيما قدمه من واجب وطني في ظهر قواته المسلحة دائما، بالتأكيد وهو شريك في هذه التنمية. فكرة بناء الإنسان المصري واستراتيجية بناء الإنسان المصري حتى تنجح هذه المشروعات، كيف رأيت هذا الشق تحديدا؟ يمكن هذه الجمهورية الجديدة التي نتحدث عنها دوما هدفها النهائي هو بناء الإنسان المصري، ومن ثم في سيناء كما هو الحال في كافة ربوع الدولة المصرية، كل ما يحدث من تنمية داخلية، كل ما يحدث من بنية تحتية، كل ما يحدث من تطوير في مؤسسات الدولة هو في النهاية بيصب في فكرة بناء الإنسان المصري تعليميا وصحيا وثقافيا وحضريا وحتى على صعيد تقديم الخدمات وكل الأمور. وبالتالي في سيناء أيضا، وهذه أيضا عبقرية التجربة المصرية، إنها أيضا تشكل مفاهيم بناء الإنسان وفق الطبيعة الديموغرافية لكل النطاقات الخاصة بها. عشان كده لما نشوف مثلا التنمية العمرانية في سيناء وإنشاء التجمعات السكانية في سيناء، ذهبت الدولة لإنشاء هذه التجمعات السكانية بما يتوافق
طبيعة الحياة السيناوية. فرأينا منازل على طبيعة المتطلبات لهذا الإرث المصري التاريخي المتميز للغاية، سواء فيما يتعلق ب يعني طبيعة المعيشة، بعض الحظائر للدواب، الطبيعة الزراعية، غيرها من الأمور، وحتى رعي فيها التقاليد وبعض العادات لأهلنا في سيناء. هذا بالتأكيد يؤكد أن الدولة حتى وهي تذهب لفكرة بناء الإنسان، هي تذهب لبناء الإنسان وفق متطلباته، وفق ما يلبي احتياجاته، وهذه نقطة بليغة الأهمية. أيضا توفير الخدمات الصحية والتعليمية. نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من مشروعات التعليم والصحة داخل سيناء، ويمكن منذ وقت مبكر رأينا القوات المسلحة المصرية حتى تدشن عدد من المدارس في عدد من نطاقات يعني سيناء، سواء على الصعيد يعني الشمالي لسيناء أو النطاق الجنوبي. رأينا عدد كبير من المدارس، رأينا عدد كبير من مراكز الشباب، رأينا عدد كبير من المراكز الصحية والمستشفيات. إذن أيضا ركائز التعليم والصحة أحد أهم ركائز بناء الإنسان في سيناء بجانب المجتمعات العمرانية والتنموية. الركيزة الأخرى في بناء الإنسان داخل سيناء ما يتعلق بتعظيم أيضا العنصر الأهم واللي دائما السيد الرئيس بيتكلم عنه، وهو المورد البشري. يعني الدولة المصرية، ويمكن في الحقيقة هو ده سبب الانتصارات في كل المعارك، يعني العنصر البشري، يعني التطور في التسليح، التطور في الإمكانيات والقدرات التكنولوجية، التطور في القدرات اللوجستية، يعني كل تطورات مهمة. لولا العقيدة الراسخة والوطنية المصرية ما كان النصر بالزبط. في يوم من الأيام، سواء في السابق أو الحالي. يعني 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 أنا آسف من غير ما أقطع كلام حضرتك، ولكن بالفعل أتفق، العقيدة الوطنية المصرية لدى المواطن المصري هي مفتاح النصر في المعارك السابقة وفي المعارك الحالية. وبالتالي أيضا تعظيم هذا المورد البشري طوال الوقت أمر مهم للغاية. لهذا بنجد الآن حتى حديث من الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص من الشركات في سيناء في مشروعات التنمية والإعمار والمشروعات القومية في أراضي سيناء. إذن إتاحة أيضا مجالات التنمية لأهالي سيناء، الانخراط في هذا العمل التنموي، وده دليل أن أهالي سيناء دائما شركاء في الحفاظ على سيناء. صحيح. سواء فيما يتعلق بالمعارك القديمة ومؤازرة الجيش المصري العظيم في حربه لاسترداد الوطن، أو الآن أيضا في مؤازرة الجيش وكافة مؤسسات الدولة المصرية في تعمير والحفاظ على سيناء، وفي الوسط طبعا مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور. وبالتالي أيضا المورد البشري، العنصر البشري، هو كلمة السر والنجاح سواء في تحرير سيناء أو حتى في تعمير سيناء الآن. نعم، المنطقة العربية والتهديدات المتسارعة من أحداث تفرض عليها من قوات الاحتلال الإسرائيلية. الدول العربية كان لها الدور البارز في حرب أكتوبر عام 73 وفي مؤازرة الشعب المصري في نصره، لكن الآن أصبح المشهد مضطرب إلى حد كبير. مصر تتحدث عن ثوابت في سياستها الخارجية، في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في وقف إطلاق النار، وتستمر في جهودها الدبلوماسية المختلفة للوصول إلى اتفاقات تخص الشعب الفلسطيني وأهمية تقرير مصيره. الآن المشهد تحول بتصعيداته إلى لبنان ويطال العديد من الأراضي العربية. كيف تربط هذا التحدي بما حدث من سابق وما نحن فيه الآن؟ هذه نقطة بالغة الأهمية، وهذا الربط يجب أن يكون الآن في عقول وأذهان كل المواطنين المصريين. نحن بذلنا الكثير والكثير من الجهد والتضحيات خلال السنوات الماضية، 5 عقود في الحقيقة يجب علينا أن نتذكرهم بتفاصيلهم، وأن تكون روح أكتوبر، هنا بقى روح أكتوبر التي تحدث عنها أيضا السيد الرئيس في الأكاديمية العسكرية، أن تكون حاضرة الآن. لأن الحفاظ على هذا النصر، الحفاظ على مكتسبات هذا النصر، التعظيم من مكتسبات هذا النصر واستدامة هذا النصر، معركة صعبة للغاية في ظل بقى هذا الاضطراب الإقليمي. نعم. نحن نتحدث الآن عن وضع ومشهد عربي صعب للغاية. نعم، في حرب 73 كان المجتمع العربي في أبهى صوره. نتحدث عن مؤازرة عربية، كانت الدول العربية جميعها متماسكة، والشواهد كانت حاضرة. يعني حينما نستعرض حتى اللحمة العربية في هذا التوقيت وكيف أدارت الدول العربية مصر في هذه الحرب وسندتها، كان الوضع في الحقيقة عظيم للغاية. ولكن هل المشهد العربي الآن هو المشهد ذاته قبل 50 عاما؟ بالطبيعة لا. وبالتالي علينا أن نحذر وندرك أن الوضع الإقليمي نفسه كما هو كان في السابق. وبالتالي علينا أن نعمل أكثر وأن ندعم فكرة الأمن القومي العربي أكثر،
وأن ندعم ونحث أشقائنا العرب على أن يتماسكوا وأن يعني يحتفظوا باستقرارهم وبسلامة أراضيهم وبسيادتهم على أراضيهم، وأن يتضافروا ويتضمنوا الآن من أجل صد كل هذه الأزمات والمشكلات. نعم الوضع صعب للغاية، ولكن على صعيد الداخل المصري لدينا طمأنينة. يمكن هذه كانت رسائل الطمأنة التي أرسلها السيد الرئيس من قبل للداخل المصري حينما تحدث عن هذا الأمر، علينا أن نطمئن. ولكن الطمأنينة هنا لا تعني الاستسلام ولا تعني التراخي، ولكن تعني الطمأنينة بحذر، الطمأنينة بعمل، أن نستمر في العمل، أن نستمر في اليقظة، أن نستمر في معركتنا فيما يتعلق بالوعي وإيقاظ الوعي الجمعي المصري. الدولة المصرية محافظة على ثوابتها سواء تجاه دعم أمنها القومي الداخلي المرتبط بالأمن القومي العربي وثوابت الخارجية كما حضرتك تفضلتي وذكرتي. ما يخص القضية الفلسطينية، العقيدة المصرية تجاه هذه القضية لم ولن تتغير، ثوابت مصرية حاضرة فيما يتعلق بحل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، الرفض التام لفكرة تصفية القضية الفلسطينية وغيرها من ثوابت الجميع يدركها. إذن هذه نقطة. ما يتعلق بلبنان أيضا، الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه أيضا ثابت مصري لم ولن يتغير. هكذا يجب أن نطبق أو هكذا تطبق الدولة المصرية ثوابتها فيما يتعلق بكافة القضايا العربية. مصر تؤمن بفكرة الدولة الوطنية، تؤمن بالحفاظ على وحدة وسيادة الدول، وهذا ما تتحرك من خلاله الدولة المصرية لدعم كل القضايا وعلى رأسهم القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وبالتالي نجد الدولة المصرية حتى وهي تتحرك الآن للحفاظ على الاستقرار الإقليمي تتحرك من هذا المنطلق، من منطلق القضية المركزية، لأن البعض يريد أن يحدث تشتيت في الرأي العام العربي والرأي العام الدولي ويظهر أن الصراع تشتيت وتشكيك وتشتيت، لأن هي معركة في النهاية لا علاقة بإفشال الدول من الداخل. والدول التي تستسلم لهذه المعارك المتعلقة بالتشتيت والتشكيك للأسف بتتهاوى، وبالتالي اليقظة هي كلمة السر. لكن دعنا نتحدث بأنها نوع من الحرب النفسية التي تمارس دائما في الحروب أي ما كانت أشكالها. بالتأكيد، وهذا يعني الوضع الراهن. طبيعة الحروب الراهنة هي حرب نفسية في المقام الأول، هي حرب تعتمد على وسائل البروباغندا، تعتمد على تزييف الوعي الجمعي للشعوب، تعتمد على إثارة الشائعات والأكاذيب، تعتمد طوال الوقت على محاولة أن يفقد المواطن الثقة في دولته ومؤسسات دولته، وبالتالي المنابر حتى يعني الإعلامية المضادة نجدها طوال الوقت تبث هذه الشائعات والأكاذيب والأخبار المغلوطة في محاولة لتزييف الواقع. وبالتالي التماسك الداخلي ووحدة الصف الداخلي هي طوق النجاة، وده في الحقيقة ليس وليد اللحظة. يعني هذه الحروب لم تبدأ اليوم بالمناسبة، هي طبيعة هذه الحروب اختلفت. يعني في الماضي كانت حروب التشكيك ايضا تمارس، يعني كان هناك الاذاعات الموجهه وكانت هناك يعني ادوات مختلفه، الادوات تختلف وفق العصر بس بالضبط، ولكن حروب التشكيك يعني مستمره. ولكن الشعب المصري لم يستجيب في الماضي لهذه الحروب ولم يستجيب في الوقت الحاضر لهذه الحروب. الوضع الاقليمي صعب للغايه، والحرب او المعركه التي يخوضها المواطن المصري الان هي ربما تكون مختلفه الادوات ومختلفه الظروف، ولكنها لا تقل أهمية عن المعركة التي كان يخوضها الأباء والأجداد ما بين حرب الاستنزاف والعبور. نعم. يعني إذا كانت التضحية في السابق لها علاقة ببذل الدم والتضحية بالأرواح، فالآن المعركة لها طابع خاص بالتضحية ربما ببعض الأوضاع الاقتصادية، ببعض متطلبات الحياة في المعيشة، يعني تقبل الوضع الاقتصادي، غيرها من الأمور التي يتحملها المواطن المصري الآن للعبور الآمن بهذا الوطن من هذا المتغير. هذا المتغير في الحقيقة هو مرحلة استثنائية في التاريخ العالمي. يعني هذه ليست المرحلة، هأخذ من نفس الكلمة التي ذكرتها، العبور الآمن، واسمح لي أن أتوجه بنفس المفهوم ونفس المصطلح عبر الهاتف مع الدكتور سعيد اللزغبي أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعيد، برحب بحضرتك في هذا اليوم الخاص والغالي على قلوب المصريين والعرب. أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين الكرام وبضيف حضرتك الكريم يا فندم. دكتور سعيد، الأمان، فكرة الأمان أو الخروج الآمن والعبور الآمن من كافة التحديات التي تفرض على العالم العربي وبالطبع مصر في القلب منه، ماذا تقول في هذا اليوم 6 أكتوبر عام 73 والتاريخ يعيد نفسه بتحديات
تختلف وفق العصر. أهلا بحضرتك مرة تانية، وكل عام وكل المصريين بخير يا رب. و 6 أكتوبر هذا النصر العظيم الذي لولا هذا النصر يعني ما كناش هنبقى مصر الجمهورية الجديدة. هذا العبور، سواء العبور الاقتصادي، العبور السياسي، العبور الاجتماعي، الثقافي، لولا هذا العبور ولولا يعني جيشنا والجيش المصري الذي دافع على كل شبر من أرض مصر ما كناش احنا هنبقى في هذا التقدم والتطور والتنمية اللي احنا عايشين فيها. أنا هستغل حضرتك كده وهبدأ الكلمة من كلمة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، زي ما حضرتك بتقولي العبور والأمن والاستقرار، ودايما سيادة الرئيس بيفكرنا بكلمة ألا وهي في أي محفل دولي، الاستقرار الداخلي لمصر من خلال أمن واستقرار دول الجوار. لو ما كانش في استقرار وأمن في دول الجوار مش هيبقى في استقرار وأمن في مصر. ولذلك القيادة السياسية حريصة تماما منذ عام 2015 حتى الآن أن يكون لاعب قوي ولاعب أساسي، أن يكون في دول الجوار كثير من الاستقرار والأمن. وحضرتك شايفين كثير يعني من المؤتمرات والمحافل الدولية، سواء إذا كانت بالنسبة للأزمة السودانية، بالنسبة للأزمة الليبية، أزمة قطاع غزة، حضرتك بتسعى الدولة المصرية كثير من المساعي لخلق أمن واستقرار في هذا القطاع، هذه المنطقة. نعم. العبور و6 أكتوبر 73 اللي يعني جعلنا أمام المجتمع الدولي دولة فعالة ودولة ذات ثقل، أنا أعتقد ما كانش هيأتي هذا التطور الاقتصادي وهذه التنمية اللي احنا بنعيشها، التنمية اللي بيعيش فيها كل مواطن. حضرتك كده لو رجعنا لرؤية مصر 2030، رؤية مصر 2030 بتقول إن يعني تسعى الدولة توفير حياة كريمة للمواطن المصري. لولا 6 أكتوبر ولولا هذا الانتصار العظيم ما كانش هيبقى، مش هنكون هنلاقي فيه تنمية، مش هنكون لاقي فيه بنى تحتية. حضرتك الدولة المصرية منذ عام 2015 بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني احنا بنعبر فعلا، عبرنا كثير من الأزمات الاقتصادية، احنا عندنا صدمات اقتصادية كثيرة جدا خارجية أثرت على الاقتصاد بتاعنا. حضرتك ارجعي كده ل 2020 وقت كورونا، احنا كنا اكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم، وصل ل 6.8%، ده بفضل المشاريع الاستثماريه، بفضل التنميه، بفضل كثير من البنى التحتيه اللي خاضتها مصر. وارجع واقول لحضرتك لولا 6 اكتوبر 73 وتضحيه ابناء مصر على كل شبر من ارض مصر ما كناش هنوصل للي احنا وصلنا له دلوقتي من تنميه اقتصاديه، من مشاريع اقتصاديه، من انخفاض في معدل البطاله. احنا قبل 2011 كان معدل البطاله بتاعنا واصل ل 13%، حاليا بتقرير من مجلس دعم واتخاذ القرار احنا 6.8. المشاريع الاستثماريه والمناطق اللوجستيه، حضرتك لو سينا وتعمير سينا وكثير من المصانع وكثير من القرى السياحية وزيادة السياحة الساحل الشمالي، احنا كان لسه عندنا بالامس القريب رئيس دولة الامارات محمد بن زايد وكنا بنحتفل به الاستثمارات الرهيبة في رأس الحكمة. نعم. وزيادة هي معدل فكرة التكامل التي تطال كافة ربوع الجمهورية الجديدة بالطبع. بشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد اللزغبي أستاذ العلوم السياسية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ورمزا ونموذج لعزتها، وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في مثل هذا اليوم سطر رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم بمساندة شعب أعظم في الصمود، وليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها. مشاهدينا الكرام، يوم خاص جدا، انتصارات أكتوبر 51 عام مروا على الشعب المصري لم يتوقف فيها ليوم واحد عن البناء والتنمية والتغلب عن تحدياته المختلفة. مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.
أستاذ جمال، حديثنا متصل، وتحية خاصة وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري ولإرادته وللكرامة المصرية التي صيغت في حرب أكتوبر عام 73 وتستمر بإرادة الشعب في البناء والتنمية والتعمير. يعني بالتأكيد السيد الرئيس دائما حريص على توجيه التحية للشعب المصري، والشعب المصري بالتأكيد هو مفتاح النصر في كل المعارك وفي كل التحديات. وحرص القيادة السياسية المصرية على أن يوجه التحية للشعب المصري، وأن أيضا يكون هناك طوال الوقت يعني رسائل من السيد الرئيس للمواطن، إن المواطن هو الذي يتحمل المسؤولية، المواطن الذي هو في يعني المقام الأول سند هذه الدولة المصرية، كلها رسائل بتعبر عن إن بالتأكيد الرهان هو على هذا الشعب، الرهان الحقيقي على نعم يعني الكثير من مقومات الدولة المصرية الآن قوية، والدولة المصرية حققت القوة الوطنية الشاملة بالمفهوم الأشمل، ولكن من الذي حقق هذا المفهوم؟ المواطن المصري. يعني سواء في العبور الأول في 73، أو في ثورة 30 يونيو، أو الآن والتحديات الراهنة، من الذي آذر الدولة المصرية؟ من الذي أبى أن تسقط هذه الدولة؟ من الذي وقف بجانب مؤسسات الدولة المصرية؟ هو المواطن المصري. وبالتالي التحية هنا واجبة للمواطن المصري، ومن ثم نجد السيد الرئيس يتحدث عن التحية للمواطن، وأيضا يتحدث عن اللحمة الوطنية. صحيح، هذه اللحمة والمصطلح المرادف لها أيضا وهو التماسك الداخلي والتماسك المجتمعي، لولاها لكان استهدف الوطن بالتأكيد، وهي أولوية عمل المرحلة. يعني علينا أن ندرك أن هذا النسيج الوطني المتماسك الآن، وهذا الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة المصرية وخلف القيادة السياسية المصرية، هو طوق النجاة الوحيد، لا يوجد طوق نجاة آخر للعبور الآمن من كل ما يحاط بنا من تحديات وما يحاك لنا من تحديات. وبالتالي الاصطفاف الوطني هو السبيل، لأن كما كنا نتحدث حروب التشكيك، حروب التشتيت، محاولة إفشال الداخل التي نجحت في بعض الدول المحيطة بنا للأسف، ونقل للأسف الفوضى التي كانت على نطاق الدول بعد عام 2011 إلى فكرة الفوضى الإقليمية، لأن ما نشهده الآن في الإقليم سوف يؤثر على كل دول الإقليم. يعني ما يحدث الآن من فكرة، وهذه التحذيرات التي دائما ما يتحدث بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من توسيع نطاق الصراع بالتأكيد. بالتأكيد هذه نقطة بالغة الأهمية. يعني منذ اشتعال وتيرة الصراع العام الماضي، والسيد الرئيس لفت أنظار الجميع لفكرة وخطورة اتساع دائرة الصراع التي تدفع المنطقة الآن ثمنها. وبالمناسبة لن تدفع المنطقة فقط ثمنها، بل سوف يدفع العالم أجمع ثمن اتساع هذه، ستطال القاسي والدين. بالضبط. والدليل على كده إيه؟ لما ناخد نموذج ما يحدث الآن من تضرر في ممرات التجارة الإقليمية، وعلى رأسها قناة السويس، وانخفاض إيرادات قناة السويس، نعم بيؤثر على الداخل المصري وعلى الاقتصاد المصري، ولكن بالطبيعة بيؤثر على الاقتصاد العالمي. ألا تؤثر انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد في ممرات الملاحية التجارية الإقليمية على الممرات التجارية الدولية؟ بالتأكيد تؤثر، وبالتالي أيضا العالم سوف يتأثر، هذا على الصعيد الاقتصادي فقط. على الصعيد الأمني بنرى الآن يعني محاولة لجرجرة حتى للولايات المتحدة الأمريكية لحرب مش إقليمية بقى، لحرب دولية مع أطراف أخرى، وبالتالي الأوضاع في غاية السوء على الصعيد الصراع الدولي بشكل عام. وبالتالي نحن الآن نعيش في مرحلة نحن فيها على شفا فوضى إقليمية حقيقية. ما حدث على نطاق الفوضى في بعض الدول العربية لنا أن نتخيل أن يحدث على نطاق إقليمي، على نطاق مجموعة من الدول. كيف سوف يكون المشهد؟ المشهد بدأ بنزوح كبير بنراه في فلسطين، بنراه في لبنان، بنراه في بعض الدول العربية الأخرى. نحن نعيش في نزوح كبير منذ العام الماضي في مجموعة من الدول العربية. هذه بوادر فوضى إقليمية حقيقية. سيادات الدول العربية الآن يعني أصبحت بتستباح في كل يوم. إذن هذه الفوضى الإقليمية خطيرة للغاية. هل نحن قادرون على أن نعي إن هذه المرحلة خطيرة، وإن هذه المرحلة يجب فيها أن لا نستجيب الوعي لهذه الفوضى؟ والحذر بما يحدث في خارج الحدود المصرية، لكن أيضا الانغلاق على النفس إذا جاز التعبير في عمليات البناء والتنمية دون الالتفات إلى أي من هذه التهديدات أو التحديات.
كيف ترى هذا الأمر في سيناء؟ مدن القناة التي شهدت الكثير والكثير من الأحداث وكان لها البطولات من خلال أبنائها على مدار التاريخ وتجسدت في عمليات نوعية وفي عمليات فداء شعبية من 67 أو بدأت منذ العدوان الثلاثي حتى في 56. إقامة المناطق اللوجستية، تطوير الموانئ، شرق بورسعيد، المزارع الخاصة بالاستصلاح الاستزراع السمكي، استصلاح الأراضي، كل هذه الأمور جذب الاستثمارات سواء داخلية أو خارجية، كيف ترصدها في هذه السنوات؟ بالتأكيد يمكن كما كنا نتحدث بعد أن حررت أرض سيناء من التطرف والإرهاب وفلول هذه الجماعات المتطرفة، كانت معركة التعمير حاضرة، وأعتقد أن تأسيس بنية تنموية وبنية لوجستية الآن في سيناء في الحقيقة يعظم فكرة النصر ويجعل النصر مستداما. فإذا كنا نتحدث عن سلام الأقوياء، فسلام الأقوياء يتحقق بهذه التنمية وبهذا العمران، أن تثبت أنك قادر على الحفاظ على هذه النقطة الغالية من أرض الوطن بالتعمير والبناء وبالتنمية. ومن ثم أنا أعتقد أن سيناء وضعت الآن على خريطة الاقتصاد الإقليمي وليس على خريطة الاقتصاد الوطني فقط، وحضور سيناء بهذا الشكل البارز على الخريطة التنموية المصرية وفق طبعا الاستراتيجية المصرية الخاصة بالتنمية 2030 أمر يؤكد أن الدولة المصرية بتعمل بشكل شامل، ولكن طبعا سيناء لها خصوصية بداية من المشروعات الزراعية، إيجاد مساحات، يعني بنتكلم على نسب الاستصلاح في الأراضي الزراعية يفوق 185% من الأراضي المستصلحة في سيناء. نعم. يعني مضاعفة، بل يعني ربما زيادة هذه الأرقام لثلاثة أضعاف من الأراضي الزراعية. إذن الزراعة حاضرة، الصناعة والموارد الطبيعية واستغلالها، ومشاريع بقى الخاصة بالتعدين، المشروعات الصغيرة بالظبط، المجمعات الخاصة، لحد ما نوصل بقى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، واللي هي في الحقيقة العمود الفقري لقاطرة الاقتصاد في الدول النامية. ودائما نتحدث ان دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مهم للغاية، ولكن في الدولة المصرية له طبيعة ايضا كمان خاصة، لانك لديك ارث حرفي مهم للغاية. لما تبص على سيناء مثلا بإرثها الحرفي الخاص بالصناعات البدوية وبعض الصناعات التقليدية، تنمية هذا الإرث مهم للغاية سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على صعيد تعزيز الهوية والثقافة والحفاظ على جوهر الهوية المصرية في هذه النقاط الجغرافية. إذن حتى التنمية وهي تعمل هي تحافظ على الهوية، تحافظ على تعميق هذا الإرث التاريخي والإرث الحرفي المهم للغاية. إذن أيضا دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في سيناء له خصوصية، وأحيي القائمين في الدولة على هذا الأمر، لأنه أيضا بيحيي هذا الإرث، وشفناه في المعارض، يعني شفناه في معارض تراثنا وفي غيرها من المعارض. نعم. التي أقامتها الدولة المصرية، كيف أن هناك إنها نقطة هامة أيضا في فكرة التسويق لهذه المنتجات والترويج لها. بالتأكيد، والحفاظ على الهوية الثقافية أمر لا يقل أهمية أيضا فيما يتعلق بالشق العمراني والتنموي في سيناء في هذا التوقيت. نعم. إذن أكتوبر 73 التجربة التي اجتمع فيها كل العرب والدول العربية على قلب رجل واحد وتشبث بإرادة قوية دحر بها الاحتلال الإسرائيلي، فتحقق النصر في أكتوبر من عام 1973. كان بطل الملحمة العربية سلاح الذهب الأسود النفط، شكل مفاجأة للحرب من نوع خاص، كانت حرب اقتصادية شنتها الدول العربية مع المعسكر الغربي أو ضد المعسكر الغربي تحديدا الذي كان داعما لإسرائيل. سيناء لم تكن بالبقعة العادية في الأراضي المصرية، بل لها الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية والمقومات التي وهبها الله تعالى لمصر والمصريين. مرة ثانية أرحب بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري في يوم العزة والكرامة، يوم انتصارات أكتوبر المجيدة من عام 1973. أرحب بضيفي الكريم الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، وحديثنا مستمر أستاذ جمال عن سيناء، سيناء المقاومات، سيناء الجهود المصرية في استتباب الأمن في داخل سيناء، ومن ثم تهيئة مناخ البناء والتعمير والتنمية. هذا يدفعني في الحقيقة للحديث عن استراتيجية مهمة للغاية للدولة المصرية في مجابهة الإرهاب، لأن لولا هذه الاستراتيجية ما تحقق الأمن والاستقرار في سيناء
عقب عام 2014، واستطاعت الدولة المصرية أن تذهب بيد الإعمار والتنمية لدرة التاج المصري سيناء. هذه الاستراتيجية في الحقيقة اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول له علاقة بقوة الردع ومجابهة الأفكار مجابهة الأفراد من الجماعات الإرهابية ودحر فلول الإرهاب والتطرف بالمجابهة المسلحة. هذا كان محورا في غاية الأهمية. المحور الآخر المجابهة الفكرية، أن تخوض أيضا الدولة معركة فكرية مهمة عبر الخطاب الإعلامي وتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم، لأيضا إنارة العقول ليس فقط في سيناء ولكن في كافة ربوع الدولة المصرية، ليكون المواطن مؤازر للدولة المصرية وهي تجابه هذا الفكر المتطرف. الركيزة الثالثة هي التنمية. بالتوازي كانت القوات المسلحة المصرية تذهب لدحر فلول الإرهاب وتعمر وتنمي المساحات التي يتم تطهيرها على الفور من الإرهاب والتطرف. هذه الركائز الثلاثة في الاستراتيجية المصرية، التجربة المصرية التي في الحقيقة هي استثنائية، يعني العبقرية المصرية التي حققت نموذج فريد في إيجاد وسيلة لتحطيم يعني خط بالليف والذهاب بأبسط الطرق، أيضا أوجدت معادلة جديدة للحفاظ على أمن واستقرار سيناء من خلال هذه الاستراتيجية الفكرية صاحبة الثلاثة محاور. وبالتالي القوات المسلحة المصرية كانت تعمل للمجابهة المسلحة، رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية البواسل بيضحوا بالغالي والثمين، وأيضا المجابهة الفكرية، الإعلام، مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، وأيضا التنمية بالتوازي. خلطة مصرية، معادلة مصرية، صحيح، حتى في ظل حكم الجماعة الإرهابية واستهداف القوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة وأفراد قوات الشرطة المصرية، تم القضاء على هذا السيناريو وأخذ بالصقر لهذه الدماء الزكية التي سالت في أرض سيناء، لأن الهدف كان سيناء وكان الهدف النيل من هذه الأرض. وكلنا بنشوف الآن إزاي حتى المشروعات الإقليمية الآن قائمة على يعني وهي ولن تتحقق على حساب الأراضي المصرية. ويمكن الموقف المصري الأخير موقف في الحقيقة بيؤكد رسوخ العقيدة المصرية المحافظة على سيادتها وعلى أراضيها وعدم المساس بالأراضي المصرية وسط هذا العراك الإقليمي وهذه الفوضى الإقليمية. وبالتالي إبان فترة حكم الجماعة الإرهابية بالتأكيد كانت هناك محاولات جادة لاستهداف سيناء يعني من خلال هذه الجماعة الإرهابية ومن أطراف إقليمية ومن أطراف دولية، ولكن هنا الجيش صمام الأمان. صحيح. يعني الجيش ومن وراءه المواطن المصري. الجيش يعني كل فرد. بالتأكيد أصلا يعني الشعب المصري. في الحقيقة إن طبيعة الجيش في الداخل المصري يعني هو في نهاية المطاف هو الأب والأخ ويعني العم والخال والابن. هو الذي يسكن القرية في الدلتا، وهو الذي يسكن أيضا القرية في النوبة وجنوب الوادي، هو الذي يسكن أيضا في سيناء، هو الذي يسكن أيضا في المنطقة الغربية. وتجد في مثل هذه الأيام الكل يفتخر بأنني شاركت في حرب أكتوبر، كنت عنصرا من عناصر حرب أكتوبر، أو حتى ما سبق في العمليات النوعية التي سبقت الحرب. بالتأكيد الجيش المصري جزء لا يتجزأ من الشخصية المصرية، وبالتالي كانت مؤازرة الجيش المصري في معركة 73 أو في المعركة الأخرى في مجابهة الفكر المتطرف كانت حاضرة وبقوة، لأن هذا جزء من العقيدة المصرية، هذا جزء من التكوين المصري. يعني المواطن المصري في الشارع من ممكن أن يعني يسمح أن يتحدث في أي شيء، وعلى المقاهي من ممكن أن يتحدث في كل الأمور، ولكن حينما يقترب الحديث من قوات المسلحة، من جيشه، من أركان دولته، من مؤسسات دولته، تجد المواطن المصري هو من يضع الخطوط الحمراء. وبالتالي الجيش المصري هو خط أحمر في العقيدة المصرية ولدى المواطن المصري. والاعتزاز والفخر بانتماء كل مواطن مصري لهذه المؤسسة وبمساهمته في بناء هذه المؤسسة، مش لازم أكون أنا دخلت الجيش، ولكن هتلاقي زي ما حضرتك قلتي بيفخر إن والده كان في الجيش، أخوه كان في الجيش، إذن الكل مرتبط ارتباط نوعي بهذه المؤسسة. الدليل على كده حينما تفتح مثلا الأكاديمية العسكرية المصرية أبوابها لتلقي طلاب جدد، يعني بيبقى مشهد عظيم للغاية، وكأن الشعب المصري بيذهب بأبنائه وحتى ببناته الآن لهذه المؤسسة العسكرية
ليقول للعالم أجمع نحن جميعا فداء لهذا الوطن. حفل تخرج الأكاديمية العسكرية، وهذه كانت رسالة مهمة بالمناسبة من السيد الرئيس، أن يكون لديه الحرص أن تكون رسائل أكتوبر من داخل حفل تخرج الأكاديمية العسكرية، إن هذه الأجيال الجديدة، هذه الأجيال الصاعدة هم أبناء مقاتلين أمس، هم أحفاد مقاتلين أمس، هم من يكملون مسيرة هؤلاء المقاتلين العظام، ومنهم أبناء الشهداء. بالتأكيد، والعزيمة تستمر في أجيال جديدة تريد أن تنال شرف العسكرية المصرية. بالتأكيد، هذا الشرف شرف لا يضاهيه شرف، وبالتالي الجيش المصري العظيم هو سند هذه الأمة، وهو جزء من عقيدة المواطن المصري، وهو الحصن الحصين للوطن، ومن ثم تجد المواطن من المستعد أن يتقبل كل شيء. وشعار الأشهر لدى الشارع المصري الجيش قبل العيش، يعني ده مصطلح شعبي معروف في الشارع المصري، يعني حينما تشتد الأمور المواطن المصري كده يروح طالع بلغة بسيطة جدا يقول لك لا، الجيش قبل العيش. إذن هذا المصطلح المصري ولم تتوانى القوات المسلحة المصرية في تنويع مصادرها المختلفة والمواكبة للتطورات التكنولوجية وأهمية التسليح المتطور من كافة الأطراف الحقيقة بشكل متوازن. القوات المسلحة المصرية وحرصها دائما على حماية مقدرات الشعب المصري، هذه هي الثقة المتبادلة. كيفما يثق المواطن المصري في قواته المسلحة، القوات المسلحة بتعمل بجد وبعمل دؤوب للغاية لتكون أيضا على قدر ثقة المواطن المصري. وبالتالي كما حضرتك تفضلت وذكرت، منذ عام 2014 طفرة غير مسبوقة في الجيش المصري العظيم، هو الآن يحتل مرتبة عظيمة في التصنيف الدولي، هو الأقوى على الصعيد الإقليمي، هو القادر على أن يحقق الردع الشامل إقليميا. ما نستشعر به الآن من استقرار هو نتيجة الردع، يعني الجيوش الآن القادرة على ردع أحلام وطموحات الآخر تحقق النصر مبكرا، وهذا ما أنجزه الجيش المصري العظيم، سواء بقى من خلال أولا الرهان على العنصر البشري أيضا مجددا طبعا، يعني هنا نجد القيادة مهاراته. بالضبط، نجد القيادة السياسية المصرية منذ طبعا أن كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع حريص على تطوير العنصر البشري، كنا وما زلنا نرى السيد الرئيس وسط أبنائه من الجنود والمقاتلين في قوات المسلحة المصرية، سواء في التدريب في الكليات والأكاديمية العسكرية، حتى طبعا في أكاديمية الشرطة. إذن السيد الرئيس بيرسل رسائل مهمة، أنتم عماد هذه القوة وأنتم القدرة الحقيقية للقوات المسلحة، وبالتالي تنمية المهارات، تنمية القدرات، تنمية العنصر البشري، تنمية المقاتل المصري من حيث أيضا التطوير والتدريب، ده أمر كان مهما وما زال والدولة المصرية قائمة عليه. وأتذكر في حفل أكاديمية الشرطة حينما تحدث السيد الرئيس عن متابعته الدورية وحضوره الدائم للتدريبات والاختبارات، وبنشوف السيد الرئيس حتى في الاختبارات القبول بيكون حاضرا. هذه نقطة. النقطة الأخرى الذهاب بقى للانفتاح على تعدد مصادر التسليح، تطوير التكنولوجي، أيضا توطين التصنيع، الفروقاتات الآن التي أصبحت تصنع بأيادي مصرية، الطائرات التي رأيناها الخاصة بالتدريب والتي أصبحت تصنع بأيادي مصرية وغيرها. يعني الآن الصناعات العسكرية المصرية في يعني مكانة أخرى تماما، وفي مكانة مرموقة للغاية بالمقارنة بالعقود الماضية. إذن الذهاب أيضا ليس فقط لفكرة التنوع في مصادر التسليح، ولكن أيضا التوطين الخاص بهذه الأمور، أيضا العبقرية المصرية في استخدام هذا السلاح، وده ظهر في 73. صحيح، يعني الرهان هنا برضو تاني على المقاتل الذي استطاع أن يستخدم المعدة، العقلية المصرية، عقلية يعني خارج كل الحسابات، أن تستطيع أن تستخدم هذه المعدات بشكل يربك حسابات العدو. وحتى أن يعني كما كنا نستمع دائما من رجال العسكرية ومن الخبراء في هذا المجال، وعدم الاعتماد على طرف يعني دون الآخر، أو لم يقم بما هو مطلوب في هذه اللحظات الحاسمة. بالتأكيد، يمكن التنوع بالمناسبة لا يقتصر الآن على الشق في التسليح، يعني الدولة المصرية أصبح لديها من الاتزان ومن الرشد ومن القدرة على الانفتاح على الجميع بما يحقق مصلحة الداخل المصري أولا، وده اتزان صعب للغاية في وسط بقى إقليم فيه تجاذبات، والجميع يريد أن يحدث استقطاب دولي وإقليمي لبعض الدول، أن تحافظ على هذا الاتزان. ودي تاني رسائل السيد الرئيس أكد عليها خلال الأيام الماضية، نحن لدينا سياسات متزنة،
لدينا انفتاح على الجميع، ولكن لدينا تحقيق مصلحة للداخل فوق كل هذه الاعتبارات. وبالتالي أنا أعتقد أن التطوير الكبير كما كنا نتحدث في المنظومة العسكرية المصرية، والبناء هنا على العقيدة، يعني أنت مش بتطور في منظومة يعني ليست لديها عقيدة، بالعكس أنت بتطور في منظومة بترتكز على عقيدة هي الأقوى عالميا. نعم. لأنها عقيدة مبنية على فكرة الدولة الوطنية لأن العقيدة والإرادة غلبت التكنولوجيا في 73 أو غلبت أسطورة على عدو الذي لا يقهر. طب هو الدليل على كده إيه؟ نحن وكان مدعوما كل الدعم طبعا بالغرب وبالولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد، والدليل على كده المعارك وبعض العمليات التي في حرب الاستنزاف ما زلنا حتى الآن نتحدث عنها، وحتى العدو شهد ب يعني عبقريتها وعن خروجها عن المألوف، يعني نتحدث عن إيلات ونتحدث عن يعني معارك كثيرة في هذا النطاق. إذن العبقرية المصرية في الحقيقة أمر مهم للغاية استندت عليه الدولة المصرية وهي تطور المنظومة العسكرية. بنرى الآن الفرد المقاتل في القوات المسلحة المصرية في الحقيقة أصبح مؤهلا تأهيلا عظيما لمجابهة التحديات الآنية، وتحضيره هنا ليس تحضيرا عسكريا فقط، ولكن أيضا على الصعيد النفسي وعلى صعيد الوعي وإدراك المتغيرات الدولية والإقليمية وطبيعة المعركة في الوقت الراهن. هذا الإعداد التقني والنفسي للمقاتل المصري هو ما يجعل الآن الدولة المصرية ترتكز على قواتها المسلحة وهي تواجه مخاطر غير مسبوقة. هنا حينما نتحدث عن مخاطر غير مسبوقة لا نتحدث عن الداخل المصري، نتحدث عن الإقليم، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا الإقليم. نعم، ولا يقل جهدا أيضا جهود القوات المسلحة المصرية في عمليات البناء والتنمية والدخول في الكثير مما يعضد المشروعات القومية على الأراضي المصرية. مرة أخرى سيناء والبنية التحتية القوية التي أقيمت فيها، وكيف ترى المستقبل وتستشرف؟ أستشرف المستقبل من الواقع ومن معطيات الواقع. شعب قوي، مؤسسة دولة قوية، دولة استطاعت خلال 10 سنوات أن تعلي من مفهوم الجمهورية الجديدة، وهذا ليس شعارا، هذا من خلال تحقيق مفردات القوة الوطنية الشاملة، وهذا هو التعريف الأمثل لفكرة الجمهورية الجديدة، أن تستطيع أن تعيد بناء الدولة بمفهوم القوة الوطنية الشاملة. وبالتالي المستقبل من معطيات الحاضر يقول أننا قادرون على الاستمرار في البناء في التنمية، ولهذا نجد أن جهود التنمية حتى في ظل الضغوط الاقتصادية قائمة. الدولة لم تتخلى عن إعمار وتنمية كافة ربوع الدولة المصرية حتى في ظل هذا الظرف الاقتصادي. بالمناسبة يعني حتى المواطن الآن هو يتحدث عن ظروف اقتصادية، هو أيضا يرهن هذه الظروف بقدرة الدولة على استمرار التنمية، بل يشجع الدولة على الاستمرار مثلا في حياة كريمة وفي بعض المبادرات الأخرى وفي مبادرات بداية، لأنه أصبح يدرك أن التوقف عن العمل سوف يكون له يعني تداعيات سلبية. وبالتالي الاستثمار في العنصر البشري، بالتأكيد الاستثمار في البشر، الاستثمار في البشر في هذا التوقيت، بناء الإنسان في هذه المرحلة، وكما تفضل السيد الرئيس في خطاب التنصيب أمام البرلمان المصري وتحدث أن هذه المرحلة هي مرحلة بناء الإنسان، أن تتحدث الدولة المصرية أن هذه هي مرحلة بناء الإنسان وسط هذه المعارك الإقليمية. نعم. هذه إرادة وهذه قدرة وأمر يجعلنا نستشرف أن المستقبل في سيناء أو في كافة ربوع الدولة المصرية مستقبل باهر، ولكن أيضا هذا لا يعني التراخي من المواطن. نعم. ولا يعني أن نستسلم لبعض الإحباطات، لا يعني أن نرتكن يعني جهود الدولة وأن نتنازل عن مسؤولياتنا المجتمعية. هذه أيضا نقطة بالغة الأهمية، المواطن شريك، المواطن لديه مسؤولية مجتمعية. نعم. بالغة الأهمية، هو يقوم بها بالمناسبة يعني طوال الوقت، وعليه أن لا يتنازل عنها، بل أن يظل مؤذرا لدولته وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة والقيادة السياسية المصرية حتى نستطيع الاستمرار في تعظيم هذا الانتصار. نعم. نحن عظمنا من مكتسب هذه الانتصار. هذه الشراكة وترجمة هذه الشراكة وألياتها هتوجه بها للدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. دكتور محمد معك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور محمد، وكل سنة وحضرتك طيب والمصريين بخير. كل سنة وحضرتك طيبة وجميع المصريين والعرب كمان بخير. الاحتفال في أكتوبر الحقيقة مش احتفال مصري فقط، ولكن احتفال عربي أيضا. صحيح.
دائما العزة والشرف تمثل في إرادة قوية من الشعب المصري ومن قيادته ومن قواته المسلحة. الشراكة لا تقل أهمية في هذه المرحلة في ظل تحديات وتصعيدات وأحداث متسارعة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والكثير من الدول العربية بالطبع. كيف ترى آليات خطوات العمل في هذه المرحلة؟ الحقيقة احنا قدام يعني لحظة فارقة جدا في عمر المنطقة وفي عمر مصر ايضا، ويمكن لا تختلف هذه اللحظة عن اللحظة اللي مصر قررت فيها بإرادة كاملة انها تستعيد ارضها وانها تقوم بحرب هجومية، يمكن هي الحرب الهجومية الاولى منذ عقود طويلة جدا على دولة الكيان الصهيوني. اللحظة دي بتخلينا نفكر بشكل مختلف شوية، يعني يمكن الأحداث الإقليمية اللي موجودة من سنة تقريبا من 7 أكتوبر اللي فات يعني بتفرض شكل من أشكال التفكير المختلف اللي هو ما الذي يمكن أن نفعل. لو رحنا لدرس أكتوبر على سبيل المثال، صحيح أن مصر هي التي قررت وهي التي حربت وهي التي جهزت جيشها وبنته بعد انهياره في 67، لكن التنسيق العربي وقتها والمشاركه والدعم اللي كان موجود، يعني سواء من استطاع ان يقدم سلاح، من استطاع ان يقدم اموال، من استطاع ان يقدم دعم سياسي ودبلوماسي للموقف المصري، فكان هذا الانتصار الحقيقه يعني نتاج تنسيق ومشاركه كبيره جدا من الدول العربيه. نعم. صحيح انه الامر يختلف الان، يعني لانه الأوضاع السياسية حتى والفكر السياسي على مستوى العالم اختلف، يعني زمان كان فيه سياسة الأحلاف الكاملة، الآن نحن نعيش عصر الأحلاف المنقوصة، بمعنى أنه قد تكون حتى في إقليمنا العربي قد تكون هناك دولة بيننا وبينها تحالفات، لكن هذه التحالفات لا تعني شراكة كاملة، ممكن أن نتفق في 70% فيما بيننا ونختلف مثلا 30. هذه السياسة الجديدة حول العالم يمكن بتفرض شكل جديد من أشكال المشاركة فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية وفيما يتعلق بما يفعله العدو الصهيوني الآن على الأرض العربية. ده يحتاج إلى تنسيق بشكل مختلف على خلفية هذه التحالفات المنقوصة. ولو درست حضرتك موقف مصر وتأملوا السادة المشاهدين معانا، هتلاقي أن مصر من اللحظة الأولى بقناعة كاملة عندها يعني هدفين، هدف الحفاظ على القضية الفلسطينية يقظة وحية ومستمرة، والهدف الثاني هو الحفاظ على الشعب الفلسطيني وعدم تعريضه لي يعني ما يتم الآن من انتهاكات لحقوق الإنسان. نعم. هنا يمكن بعض الناس اللي كانت بتدعو إلى التدخل وإلى يعني المشاركة في الحرب بينقصهم كثير مما جد على العلاقات السياسية في العالم وعلى الأوضاع السياسية في العالم. أنت تستطيع أن تقدم شيء وهو ما تفعله مصر. مصر تقدم الحقيقة يعني الكثير. يمكن الموقف العربي محتاج إلى بعض الترميم، يعني إحنا نمتلك، العرب يمتلكوا من القوة والعرب يمتلكوا من الثروة والعرب يمتلكوا من النفوذ لدى الدول الغربية، أنه موقف هذا الذي يحدث الآن دون الدخول في حرب مباشره، يعني الادوات السياسيه والادوات الدبلوماسيه والاوراق الضغط اللي ممكن نستخدمها يمكن ان تلعب دور كبير الحقيقه في هذه الفتره. وهي المحاور المتوازيه في السياسه المصريه الحقيقه على كافه المستويات. اشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي. اخيرا استاذ جمال، ماذا بعد؟ عندما ننتهي من هذا اليوم ومن هذه المناسبة، غزة مرة على الانتهاكات الإسرائيلية التي تتم على الأراضي الفلسطينية عام، لأنها كانت في 7 أكتوبر الماضي ونحن نتحدث اليوم في 6 أكتوبر، ماذا بعد وما الذي يجب علينا فعله؟ ماذا بعد؟ في الحقيقة في وسط هذا العراك الإقليمي يجب أن نحذر أن الأوضاع الإقليمية بتتجه نحو الاتساع، تدخل أطراف دولية إقليمية في التشابك الإقليمي وفي هذه الفوضى الإقليمية إنجاز التعبير، وبالتالي علينا أن نحذر مما بعد، ولكن علينا أيضا أن نتفائل. لماذا؟ لأن ما يحدث في الإقليم الآن هو ربما يكون نواة لتشكل نظام دولي جديد ونظام عالمي جديد، والكثير يتحدث عن هذا الأمر. وبالتالي أنت هنا في الداخل المصري بدأت مبكرا بأن تجد لنفسك جمهورية جديدة
يكون لها مكانة في هذا العالم الذي يتشكل من جديد. وبالتالي أنت استعديت مبكرا لهذه المرحلة المستقبلية، يعني أنت لم تنتظر هذا التشكل في النظام العالمي الجديد، ولكن أنت ابتديت تأسس لمفردات الدولة المصرية وتعلي من فكرة جمهورية جديدة، دولة لديها ركائز عمل قوي تستطيع أن تتوائم المتغيرات الحادثة مع الشق الإقليمي والدولي. إذن أنت استعديت وعملت بشكل مبكر، عليك أن تحافظ، هنا حديث للمواطن، عليك أن تحافظ على هذا العمل، على مسار عمل الجمهورية الجديدة حتى نعبر إلى العالم الجديد ونحن على يعني ركائز قوية نستطيع فيها أن نتواءم مع المتغيرات الدولية والإقليمية. العالم يشهد متغير كبير للغاية. استعدت لي؟ استعدنا لي، قادرين على مواجهته؟ قادرين على مواجهته، هذا يطمئننا، ولكن يجعلنا نستمر في العمل، في البناء، في التنمية، في الحفاظ على السلام من منطق الأقوياء القادرون دائما على الردع والعمل الدائم حفاظا على هذا الوطن. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف على هذه التغطية وتشريفك للقناة الأولى المصرية. شكرا لحضرتك، وكل عام ومصرنا بسلم وسلام وأمن وأمان، وشكرا لكل السادة المشاهدين. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جزء من التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري والتي ما زالت مستمرة معكم في يوم العزة والكرامة، يوم انتصارات أكتوبر المجيدة. مرة أخرى تحية إعزاز وتقدير لجيل أكتوبر ولكل من ساهم في هذا النصر ولكل شهيد ضحى بروحه من أجل هذا الوطن.